لصق في وجه النبي فحصل له شيء صدم الجميع، وكان يجالس النبي قبل بعثته، وكان شخص جدا محترم، وكان من عادته إذا رجع من سفره بأن يعزم أهل مكة، وهو عقبة ابن أبي معيط. وفي يوم من الأيام عزم أهل مكة، وكان من الحضور النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أبى النبي أن يأكل من طعامه، فسأله عقبة: ما بك يا محمد؟ فقال له النبي: لن أكل حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فقال عقبة: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فأكل النبي، وكان عقبة مستهين جدا بهذه الكلمة، فوصل خبر إسلامه عقبة لكبار قريش، وانتشر الخبر في مكة، وكل مكة حاربت عقبة ابن أبي معيط. ولم يتوقف الأمر إلى هنا، ولكن كان هناك رجل شديد العداء للنبي، وكان ذلك الرجل صاحب لعقبة، فقال لعقبة: هل صدأت عن دين آبائك وآمنت بمحمد؟ فقال له: وما يرضيك؟ فقال: أن تذهب وتدفل في وجه محمد. فقال عقبة: هذه عندي، هذا بيرضيك؟ فذهب عقبة إلى النبي وبصق في وجه النبي، وشيء من لعابه وقع على وجه عقبة، فكان اللعاب مثل الأسيد، فأحرق الله وجه عقبة ابن أبي معيط بسبب تفلته التي ألقاها على وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت تلك البصقة أول طريق عقبة في أذية النبي ومحاربة الإسلام، وبدأ في محاربة النبي بكل ما أوتي من قوة. ومرت الأيام، وتزوج عقبة من ابنة عم النبي، وكانت هذه المرأة أم عثمان بن عفان قبل زواجها من عقبة، وأنجبت من عقبة أم كلثوم، وأم كلثوم رضي الله عنها أسلمت وأخفت إسلامها، وكان إسلامها بعد صلح الحديبية، وكان في صلح الحديبية شرط بأن يرد النبي كل من آمن بعد الصلح إلى مكة وإلى قريش، فلا يستطيع المسلمون ولا النبي استقبال أم كلثوم، وإذا عرف أهلها بإسلامها عذبوها. فأخذت أم كلثوم تروي قصتها بمكة، فقالت: كنت بمكة بين المشركين وأسلمت ولم أخبر أحدا، وكنت أريد الهجرة إلى المدينة، وإذا بقيت في مكة لا أستطيع السكوت ولا أعرف الطريق إلى المدينة، فأخذت أخطط كيف أخرج من مكة ولا يدري أحد ولا يشعر من أهلي أحد بخروجي، فأصبحت أخرج من بيتي وأتأخر وأخرج إلى البادية لكي يتعود أهلي على خروجي من البيت، ويصبح تأخيري خارج البيت شيء طبيعي. وفي يوم أخذت قراري بالهجرة، وأخذت أغراضي والمؤونة وخرجت، وخرجت إلى البادية وأنا لا أعرف الطريق إلى المدينة، ولكن توكلت على الله. وفجأة خرج لها رجل وقال لها: إلى أين؟ ومن شدة الخوف كاد يغشى عليها، فقالت: من أنت؟ فقال رجل: من خزاعة. فارتاحت أم كلثوم لأن خزاعة من حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له: أنا امرأة آمنت بمحمد فخرجت مهاجرة. فقال لها: أنت امرأة وكيف تعرفين الطريق؟ فقالت له: أنا لا أعرف الطريق. فقال لها: نحن أهل الطريق. وذهب وجاء ببعير له، وركبت أم كلثوم على البعير، فكانت أم كلثوم والخزعي وحدهم، وهم لا يعلمون أن هناك شخص ثالث يراقبهم، وكانت امرأة. ومر يومين وبدأ أهل أم كلثوم يشعرون بغيابها، وأخذوا بالبحث عنها، فالتقوا بالمرأة التي رأت أم كلثوم والرجل الخزعي، فقالت: إن أم كلثوم ذاهبة إلى المدينة مع رجل من خزاعة. فعلموا أنها أسلمت وخرجوا إلى المدينة للبحث عنها. فوصلت أم كلثوم إلى المدينة وتوجهت إلى بيت أم سلمة وقصت عليها قصتها.
فقالت إني خائفة بأن يردني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش كما رد غيري من الرجال كأبي جندل وأبي بصير. وفجأة دخل النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتحدثون، فقالت للنبي: إني فررت بديني يا رسول الله، فامنعني ولا تردني إليهم ليفتنونني ويعذبونني، وأنا امرأة لا صبر لي على العذاب، وأنت تعلم ضعف النساء، وقد رأيت كيف رددت رجلين لقريش حتى امتنع أبو بصير عنهم، وأنا امرأة يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله نقض العهد في النساء. فصدمت أم كلثوم من كلام النبي واستبشرت، وتلا النبي قول الله: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وإذا بإخوان أم كلثوم يدخلون للمدينة، الوليد وعمار، وقالوا: يا محمد، أوفي لنا بعهدنا وشرطنا. فقال النبي: إن الله نقض العهد في النساء. فالتفت عمار والوليد إلى بعضهم وعلموا أن الأمر صعب، فرجعوا إلى مكة. فكانت أي امرأة تذهب للنبي صلى الله عليه وسلم لا يردها للمشركين، ففصل الله بين المؤمنين والمشركين، فلا يحل لمؤمن أن يتزوج مشركة ولا للمؤمنة أن يتزوجها مشرك. فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن.